بسم الله الرحمن الرحيم. والله ساعة نحب نسأل سؤال في سافيس بالليلة السيد الرئيس المفدى ذي اللي مطيش في قصر الكرتاش، نحب نسأل أخوي أنت هالكتاب الأسود اللي خرجته متاع الصحفيين اللي هما خدموا مع نظام بن علي ومحسوبين على النظام السابق واللي هما في معناه غاطسين في الفساد واحد وكل، والله قعدت ثم اسمك كي نفركس فيه ما لقيتوش. نحب نسألك عليه يا سيد الرئيس، بربي وينو سمير الوافي يا معلم؟ بلي تعمل كتاب فيه جميع المحسوبين على النظام السابق من الصحفيين ويبداش فيه سمير الوافي وتقول لي هذا ليف غنواخ. حق سامحني، عاد سمير الوافي عاد ما لمعش صورة الرئيس السابق، لمع صورة الرئيس الحاضر سيد المفدى منصف مرزوق 3 ايام يتجول في القصر ويلمع لك في صورتك وضيفته حبيبات. عاد انتم ممكن نهار اخر كي يجي الرئيس اللي بعد يخرج له ليف غنواغ ومتاع العبيد اللي مجدت الرئيس السابق اللي هو مصطفى المرزوقي، تو نلقاو شي ممكن سمير الوافي وقت هذا كتاب متاع ولاد صغار. ما علينا نزيدو نعطيو قيمه اكثر من هيك، حتى انا مانيش باش نطول في الفيديو. انا عندي برشا ما تكلمتش وما عادش نحب نتكلم بصراحه. علاش؟ على خاطر الشعب صاير له التنويم مغناطيسي، انا نحس روحي وليد ماشي ضد اراده الشعب. الورك انا طبيعتي انا شعبيست على الاخر، انا نحب كان الشعب هذا نموت عليه نعشقه ونحب البلاد، نحب ديما الحاجه اللي يحبها الشعب. يا اخي هاو الشعب كبش يحب الحوار ويحب النهضه ويحب الاحزاب. انا نجي نقعد نزن عليه كل يوم نقنقن عليه، يا دي راهو الاحزاب الكل راهي تكذب عليكم، راهي الاحزاب الكل تحب تتمعش من تحت ظهركم، الاحزاب الكل تحب على الكرسي، راهو الاحزاب الكل تحت الطاوله متفاهمين وقدامكم انتوما يعملوا فكل افلام واحد وكل، راهو كل شيء متفقين عليه. باش نقعد كل يوم نقنقن عليكم انا؟ لكن انتم اخويا هذه اراده الشعب، انا اخويا لكن انتم مرتاحين انا مرتاح. تحبوا على الحوار خليوا الحوار، تحبوا عندكم ثقه في الاحزاب خليوا الاحزاب. النهضه هاي قاعد يا اخويا ما عادش باش نقنقن عليكم. حاجه بركه اخرانيه باش نكمل نقول لكم، اللي مشتهي من ربي حاجه سبحانه يحقق لي، نتمنى ليله ولا غدوه ولا بعد غدوه الكل انسان قاعد يستنى فكدات اللي اعطاها الخائن الاكبر حسين العباسي. سامحوني حق حتى العباسي انتم تحبوه، السي العباسي اللي اعطاه السي العباسي وتستنيوه في 14 ديسمبر وماشيين بالسسبانس وكل دات يعطيوه لكم تستنيوه. نتمنى من ربي حويج يجي للشعب التونسي ال 11 مليون ونص ويمد سويعه لكل واحد ينجم يشوف اش قاعد صاير في التريكن في البلاد واحد الكل باش تشوفوا اش قاعد يحضر لكم يا توانسه، وتشوفوا التنظيم المسلح اللي قاعد يحضر في روحه باش يضرب ضربه كبيره ما بين 14 لو 1 جانفي ما بين لو 14 ديسمبر لو 1 جانفي. ثم كارثة قاعدة تطيب، ثم كارثة قاعدة تحضر، والحكومة هذه قاعدة جوست باش هي تغطي هكا العباد هذوكم اللي هما باش يعطيوها القوة، اللي هما ما بين 14 و1 جانفي 14 ديسمبر و1 جانفي باش يقوموا بعمليات باش يخليوا الحكومة هذه والأحزاب العميلة اللي هي حاطة اليد في اليد معاها في الحكم التونسي من هنا لقيام سيدنا عيسى. نتمنى من ربي يعطيكم هكا عينكم تتحل وتشوفوا العباد اللي قاعدة تتحضر لكم في الشيء في التريكن. ثماش تونسي عائلة تونسية ما عندهاش بوليس، ما عندهاش واحد في الجيش، ما عندهاش واحد حرس، نتمناكم زيادة تسهلوا كل واحد من الذوما ثلاثة وقول لهم شنو هي التعليمات اللي قاعدة تجيكم، فهمتني للأحرار واللي يحبوا بالحق البلاد ويحميوها، شنو هي التعليمات اللي قاعدة تجيكم ما بين 14 ديسمبر و1 جانفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم فخرا يا شعب تونس بالطبيعة اللي قاعدين هذايا ماشيين بها. وهاني كما قلت لكم واحد ما عادش يقول عليكم جست، والله ما نعرفش علاش حتى عملتها. سلام، هاي الفيديو.